تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن برنامج بلادهم النووي والصاروخي لا تلقى آذارا صاغية في واشنطن وتل أبيب، خاصة أن الأخيرة تطلق تحذيرات من نوايا طهران التي تصر على سلمية تحركاتها بهذا الشأن. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قال أن بلاده لا تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من 60% في حال فشل مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وخلال حوار صحفي أضاف إسلامي إن هدف بلاده من تخصيب اليورانيوم هو تلبية أغراض صناعية وإنتاجية، وزعم أن أنشطة طهران النووية تأتي في إطار اللوائح والقواعد الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالرغم من أن إيران تؤكد على الدوام الطبيعة السلمية والمدنية لبرنامجها النووي، فقد كشف رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أنه بمقدور طهران إنتاج النووي محلياً، مشيراً إلى استخدام الوقود النووي قريباً في محطة بوشهر للطاقة النووية. هذا وكانت تقارير صحفية غربية في الفترة الماضية أفادت أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بنية إيران زيادة مستوى التخصيب إلى 90%، وهي النسبة اللازمة لاستخدام اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية. ومن المقرر أن تبدأ الجولة 8 من مفاوضات النووية الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين المقبل، وسط تقارير متباينة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.